السلام عليكم. حياك الله عمي. بدي نتعرف باسمك. ابو علي الاسدي. ابو علي انت اي منطقة؟ انا من اهل ابو الخصيب. شلون الماي عندكم هنا؟ والله عمي الماي ملينا منه. ماي مالح يقطع حتى الغسل ما يصير. الكلتي ما يصير، وناس عندنا طلعت ذيك المرة المظاهرة طلعوا وحرقوا محافظة وحرقوا هيك على الماي. وقالوا جاكم الماي ضخونا مدة وهسه رجع مالح ما ينحط على الوجه حتى الحيوان ما نعمه. بالنسبة للزرع ما لا لا زرع، والحيوان عمه وين يصير للزرع؟ هاي النخل كلها عتب، تعال اطلع شوف النخل هسه كلها عتب، والنهران خايسة، الناس ذابة عليها مجاري ذابة عليها صايرة قيسة للظلين كلش. اي والله العظيم يوم يشتري لي طن بين يوم ويوم طن ب 12000. هاي بس شنو بس نغسل بيه المعين وشغلاتنا وهاي والله العظيم زين. واذا هذا تعالوا طلعوا وشوفوه. استاذ عبد الوهاب بالنسبه لكم يا منطقه حاليا؟ هاي سراجي هي راضعيه سراجي تمام على الملاك الاداري يعتبر. شلون الماي؟ والله الماي مالح وبالليل يضخون ماي مالح ما ينشرب نهائيا. اي لا تقدر تسبح به، لا تقدر تشرب من عندها ماي، لا تقدر. هاي احنا علينا قاعد نشتري كله جاهز. وهاي 2000 وهاي 2022 يعني 2024 ايش راح نشرب من ماي؟ انت باكر عقبه احنا نفكر بين حتى نهر الفرات والدجلة راح ينقطع علينا، احنا وين نروح؟ المنطقه الوسطى وين تروح؟ على الاقل اكو عندها احتياط. منطقه السراجي ابو الخصيب سراجي. شلون الماي عندكم؟ والله الماي عندنا الصفحه ما يوجد بيها ماي، والصفحه الثانيه منك اكو ماي بس مالح. ايه انا اقول لك بس تهون ان شاء الله تهون الحمد لله ما دام موجود المحافظ مالنا ابن خير الحمد لله والشكر، والناس الخير هم ما تقصر. والله الماي قبل فتره تلكي صار بيعلم الدباري وشد جديد وتمنى خير يعني فعلا يعني اليوم او قبل يومين جانا ماي بس جانا ماي مالح مالح جنوان. هسه ماي لو شويه حلو عادك يسبح بي تغسل بي ملابس غسلا بي والحلو للشرب. هسه لا هذا مالح كلش يعني موش. والله المنطقه هاي حلوه أيوة اكلها هاي. يا منطقه الزيتون سموها اي ماي مالح كلش ماي يعني حتى وجهك ما تقدر تغسل به تمضمض المدوحه تصعد ما صار. ليش قد الماي مالح؟ والله صار له حوالي فوق الشهرين. بالنسبه كماي مثلا سباحه غسل سباحه شو نسوي مجبورين يعني اذا تسبح ماي حلو يكلفك اجل بعد هسه احنا هاي شرب وطبخ كله ماي حلو. اي منطقه انت؟ المطيحه. شلون الماي عندكم؟ والله الماي دوره مالح دوره حلو. اي اكثر اغلب الاوقات شنو يكون؟ مالح. مالح. بالنسبه للغسيل الشروب شنو؟ هو احنا نشتري بس هذا الغسيل مالح كلش يقطع قطع. طبخ ما طبخ كله انت تشتري؟ اي طبخ احنا نشتري ولا ماي مالح حتى تغسيل ما يصير بيه. بالنسبه للماي الحنفيه للتغسيل وقلت لك يعني ومرات يعني بالبرميل نباوع كودود ناعم يطلع بيه. ابو علي انت اي منطقه؟ هاي منطقه مناوي لجم. بالنسبه لمنطقه مناوي لجم يعني شلون مايها؟ مايها مالح جدا جدا غير صح للاستحمام، غير صح للغسيل، كل شيء ما يفيد، ملوحته عاليه جدا جدا ملوحه. ابو نور من اهل مناوي لجم. ابو نور شلون الماي عندكم؟ والله الماي كلش مو زين، الماي مالح كلش مالح، هاي وحده، اثنين بعدين يعني حتى به شوائب يعني كانه ساحبينه من الشط وجايبينه علينا. صار ليش قد هيك الماي؟ والله تقريبا هاي الشهر الثاني. يعني لا ينسبح به، لا يتغسل به، طفل ما تقدر تسبحه به ابد نهائيا. يعني. حسن انت اي منطقه؟ انا منطقه الصالحيه. شلون الماي عندكم منطقه الصالحيه؟ والله منطقه الصالحيه كان الماي حلو. والنوب حول مالح. وهسه النوب صار حلو ويوميه يوم حلو ويوم مالح. هسه مرات يصب حلو ومرات مالح. صار ليش قد يعني جاي مرات يصير يعني يتغير؟ هسه قبل فتره قبل اسبوعين ماي مالح ما تشتهي كفيلك العباس تغسل عيونك بعد ما اقدر تفكهن. تشترون يعني كسباحه غسل تشترون ماي؟ نشتري وهذول اهل الماي يبيعون نص طن ب 5000 وصعدوا وبيعوا ب 7000 وب 10000 صار. اي منطقه؟ بالصالحيه. بالنسبه للماي شلون عندكم؟ والله الماي مالح بس ساعات مرات يضخون ماي حلو. صار ليش
قد يعني يتغير مره مالح مره حلو؟ صار ايش قد يعني؟ يعني تقريبا صار له اسبوع، اكثر من اسبوع. يلا كارل.